السلام عليكم. الطائفة أو الطائفية تلعب دور حصان طروادة الإيراني للتغلغل في قلب المنطقة العربية، هكذا على الأقل يقول كثير من المراقبين والساسة العرب. لكن هؤلاء الأخيرين بالرغم من معرفتهم بالطعم الطروادي فإن أبوابهم ما تزال مشرعة أمام الريح الإيرانية منذ سنين. طيب الله أوقاتكم مشاهدين الكرام. منذ سنين خلت خرجت إيران من حدودها الكبيرة لتدق أبواب العرب دقا لم تصغه آذان جيرانها أو بعضهم على الأقل، سياسة تمدد وتوسع استراتيجي مدروس ومنظم يقوم على الإفادة من المتغيرات الدولية وعلى رؤية استراتيجية غالبا لا مكان فيها للصدفة. إزاء ذلك عرب منقسمون في كل شيء وعلى كل شيء حتى في تعريف العدو وعليه، من ذلك إيران التي هي حليف لبعض العرب وعدو لبعضهم الآخر مثل ما هي إسرائيل تماما. وسط هذا الانقسام تغيب أي رؤية للعرب لمواجهة ما يقول كثير منهم إنه خطر إيراني يطرق أبواب كل خطوطهم الحمراء. حلقة اليوم من برنامج حديث العرب تضع هذا الصراع الإيراني العربي على مائدة الحوار لتبحث في مستوياته التاريخية والقومية والدينية، فأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة. رغم أهمية القضية الفلسطينية كقضية أولى للعرب إلا أن الصراع العربي الإيراني ربما بات يتصدر المشهد السياسي للمنطقة في ظل اشتعال الأوضاع في كل من سوريا واليمن والتوتر الشديد في العلاقات بين طهران والرياض. من جانبها لا تخفي إيران مساعيها للتمدد وبسط نفوذها في قلب العالم العربي، بل وصل الأمر من بعد قيادتها إلى الفخر بالسيطرة على أربع عواصم عربية. والحديث عن مشروع الممر الاستراتيجي بين طهران وساحل البحر المتوسط في لبنان مرورا بالعراق وسوريا، فضلا عن التغلغل الإيراني في أكثر دول الجزيرة العربية وبعض دول المغرب العربي. وبحسب محللين فإن الصراع العربي الإيراني يقوم على ركيزتين، إحداهما دينية مذهبية والأخرى قومية. فإيران التي شهدت ثورة قبل نحو أربعة عقود اتسمت بالطابع المذهبي، لم تكتفي بنجاح ثورتها في السيطرة على مقاليد الحكم في البلاد، وإنما انطلقت نحو تصديرها إلى محيطها العربي والإسلامي غير عابئة بسيادة كل دولة على أراضيها، ما أوجد كثيرا من القلاقل والفوضى. يحدث ذلك بينما تحاول بعض القوى الدولية الكبرى إذكاء نار ذلك الصراع بين العرب والإيرانيين وتوظيفه من أجل ضمان مصالحها في المنطقة الغنية بالنفط، ناهيك عن إزاحة القضية الفلسطينية عن صدارة المشهد العربي ضمانا لأمن الكيان الصهيوني. غير أن حالة التشرذم والخلاف بين الدول العربية رغم تحالفهم في اليمن كان له بالغ الأثر في انعدام وجود تصور عربي شامل للتعامل مع إيران، ما يفسح المجال أمام طهران لإتمام تنفيذ مخططاتها. فهل يستدرك العرب ما فاتهم؟ للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلي في الاستوديو الأستاذ مصطفى حامد الكاتب والمحلل السياسي، وعبر سكايب من لندن الأستاذ محمد المدحجي الباحث في الشؤون الإيرانية. أهلا بالضيفين الكريمين. لو بدأت معك أستاذ مصطفى، الحاصل الآن في ظل التفاعلات في المنطقة وحتى ما يحيط بها هو تنافس بين الإيرانيين والعرب على توسع استراتيجي، على مكاسب استراتيجية بعيدة المدى، أم هو في جوهره صراع بين الطرفين؟ أولا تحية لكم والمشاهدين الأعزاء ولضيفكم الكريم. أهلا وسهلا. صراحة نحن نتكلم عن موضوع جغرافي وموضوع تاريخي. اليوم هنا يعني إيران هي جار للدول العربية، وهناك تاريخ طويل، يعني تذكر كتب التاريخ أن العرب كانوا يهابون الحرب مع الفرس عندما كانت فارس يعني إمبراطورية، لكن جاء الإسلام وتم فتح بلاد فارس من جيل جديد عندما دخلوا فارس وقالوا نحن جئنا لنحرر البلاد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. هذا التحول جديد في العلاقة ما بين العرب وما بين إيران، وتتالت يعني الأحداث، يعني هناك المعارك التي حدثت اغتيال الخلفاء ومعركة كربلاء ومن ثم معركة تشالدرن، وأيضا من تعاون مع التتار لاحتلال العراق
وأيضا من تعاون مع الأمريكان لتدمير العراق في العام 2003، حيث يعني قدمت أمريكا العراق على طبق من ذهب إلى إيران، ومن ثم جاءت يعني القشة القاصمة التي يعني موقف إيران من ثورات الربيع العربي، وخاصة التدخل الفج وما قامت به الميليشيات العراقية والإيرانية التابعة المسيرة من قبل إيران بسوريا. كل هذا صراحة يكاد يختصر أن هناك صورة غير مقبولة، غير جيدة، غير يعني لا تريح الوجدان العربي عن الموقف الإيراني خلال كل هذه الحقبة التاريخية الطويلة. لذلك اليوم إيران لديها مشروع، يعني أنا أقول أن العلاقة إيران اليوم مع الشعوب العربية أو مع الدول العربية، إما أنها لديها علاقة لتدعم شعوب تعادي أو تحارب أو لديها مشكلة مع الحكام، أو أنها تدعم أنظمة لديها مشكلة مع شعوبها. يعني اليوم إذا نظرنا إلى الموقف في سوريا، هي تدعم النظام البعثي اليساري العلماني، مع أنها هي تقول أنها دولة ذات نظام إسلامي ديني ضد شعب مسلم أراد الحرية، أراد الانعتاق، أراد العدل، أراد الكرامة. فهذا الموقف صراحة يختزل الواقع الذي نعيشه. المشكلة أن إيران لديها مشروع، مشروع ديني، مشروع عقائدي، مشروع توسعي، مشروع قومي، قد يكون يعني له لباس ديني طائفي، لكن الدول العربية اليوم تفتقد إلى هذا المشروع، تفتقد إلى الوحدة ما فيما بينها. وبرأيي أكبر مشكلة أن الدول العربية تفتقد العلاقة الجيدة بين القادة وبين الشعوب. الدول العربية سنرحلها إلى المحور الأخير، سنبحث في هذا الأمر، لكن أذهب إلى لندن. محمد المدحجي، يعني عطفا على ما قاله الأستاذ مصطفى حامد من أن إيران يعني سياستها مثلا تدعم بعض الشعوب العربية التي لديها مشاكل مع أنظمتها، فيما تدعم أنظمة أخرى لديها مشاكل مع شعوبها، يعني ليست محددة. وهذا كلام قيل كثيرا في الساحة العربية. ما هو المحدد الأساسي للسياسة الإيرانية الخارجية خصوصا في المنطقة العربية؟ فلسفة الحكم لدى حكام طهران، هل هي قومية، هل هي دينية، تاريخية؟ ما هو المحدد الأساس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية تحياتي لك الدكتور العزيز، وأيضا ضيفنا الأستاذ مصطفى والسادة المشاهدين الكرام. بالنسبة لسياسة إيران، ما لمسناه نحن من قريب من العقلية الفارسية، العقلية الفارسية تتبنى سياسة أو منهج قومي بامتياز فارسي. يعني حينما إيران من بعد 1979 من خلال ثورتها التي سميت بالإسلامية، اتخذت من ثوب الإسلام غطاء لها، رأينا كيف غيرت تدريجيا في مفاهيم التشيع، واختلقت تشيع خاص بها لها، تشيع فارسي. وبدأنا نسمع منذ انتصار ثورة 1979 بتشيع فارسي والتشيع عربي. يعني إيران لما اتخذت من التشيع ثوبا لها، غيرت في مفاهيم هذا التشيع، وأزاحت المفاهيم التي ترتبط بالعروبة أو مشروع آخر. يعني الموضوع ليس عربيا أو فارسيا وغيره. إيران إذا اتخذت من مفاهيم مسيحية على سبيل المثال، لأزاحت الفكر الغربي من المسيحية وزرعت الفكر الفارسي بدلا من المسيحية، واتخذت الفكر من الفارسي. يعني أنت تقول أن العقلية الفارسية، يعني أنت تعلم أن اثنين من كبار الحكام في طهران، وهم مثلا علي خامنئي المرشد الأعلى الحاكم الأول في إيران، هو ليس فارسي، وكذلك مستشار الأمن القومي العربي الأصل، لا يحضرني اسمه الآن، يعني اثنان من كبار حكام طهران هم ليسوا من الفرس. نعم صحيح. الموضوع ليس في الأشخاص. يعني حينما خامنئي يترأس أو يتولى منصب قيادة البلاد، هو يعمل وفق هذه المنظومة الفكرية. أو علي شمخاني كما أشرت، هو عربي، أصوله عربية، لكنه حينما يعني
يصل إلى هذا المنصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يثبت ولاءه للمشروع وبعدها يتدرج ويعتلي في المناصب ليصل لهذا المنصب. طبعا خامنئي موضوعه خارج النقاش من هذا المنطلق، لأنه خامنئي محصلة عملية توافق بين أجنحة من أجنحة الفرس التي أدت إلى أنهم اتفقوا على شخص غير فارسي حتى لا يتصارعوا مع بعضهم البعض، لأنه كان صراع بين منتظري الإصفهاني من وسط إيران وأيضا رفسنجاني من جنوب إيران محافظة كرمان، وأيضا أحمد خميني نجل خميني مؤسس الجمهورية الإسلامية. حينما تصارعت هذه الأجنحة مع بعضها البعض، الأجنحة الفارسية، اتفقوا على شخص غير فارسي خارج المنظومة وأضطروا أدائه، وبقى أدائه مؤطرا في إطار نفس النهج ونفس الفكر. نعود إلى الفكر الذي تعتمده إيران بغض الطرف عن نظامها علماني أو بالظاهر نظام إسلام سياسي، نرى أنه حتى حينما تتبنى إيران الإسلام السياسي نهج لها، تغير من هذا النهج وتعتمد وتضخ بأساليبها داخل هذا النهج. ويعني اليوم خلنا نأخذ الساحة العراقية مثالا، ما تفعله إيران في العراق هو يعني حذف العروبة والفكر العروبي من العراق، وبدله تزرع الفكر غير العروبي من خلال المدارس الحوزات الشيعية المحسوبة على الشيعة طبعا وليس الشيعية. وحينما يكون هناك تيار معارض لها كالتيار السيد الخالصي حسين الخالصي أو حتى مقتدى الصدر، يعني مقتدى الصدر هو من نفس بيت الشيعي لكنه لأنه لا يريد سيطرة الفرس على حوزة نجف أزاحوه من المشهد وحتى حاولوا اغتياله، لكنه بعدها يعني مقتدى الصدر حاول أن يساير المشروع حتى يبقى على قيد الحياة، أنا لا أقول حتى يعطوه حصة بالعملية السياسية، طبعا هو حصل على بعض الحصص لكنه بقى خارج هذا الإطار. وإيران فضلت الحكيم على سبيل المثال، عمار الحكيم الذي أمه فارسية مواليد إصفهان أمه، أو آخرين مثلهم أبو مهدي المهندس مواليد مدينة يزد، وهذا والده جاء إلى البصرة في ستينات من القرن الماضي وعاش هناك وأخذوا الجنسية العراقية وهم هم إيرانيون أصلا وليسوا عراقيين. فإيران حتى في الوجوه تعتمد الوجوه في العراق تعتمد الوجوه الفارسية وليس الوجوه العربية الشيعية المخلصة أصلا لإيران، وحتى لا تعتمد على هؤلاء. أو حسن نصر الله في لبنان، حسن نصر الله يقول أنه مواطن لبناني يتحدث الفارسية أفضل من العربية، ومشوا على اليوتيوب حديثه بالفارسية في قم حينما كان في قم يدرس في قم ويتحدث الفارسية وكأنه لغة أمه. فالموضوع بالنسبة لإيران يعتمد على مشروع فارسي. أو موسى الصدر، موسى الصدر إيراني يزدي، حينما يرسل للبنان لينشئ المشروع الشيعي السياسي، أتحدث لا أتحدث عن المشروع الشيعي كعقيدة، أيضا يرسلون فارسي ولا يعتمدون على الوجوه العربية. وحينما حسن فضل الله أو نسيت اسمه الصغير هذا آيت الله فضل الله عارض المشروع الإيراني في لبنان، نرى أنهم واجهوه وحذفوه من المشهد وبدوا يشتمون به، حينما قال أنه فاطمة الزهراء لم يقتلها عمر خليفة عمر، ووصلوه إلى درجة التكفير حينما أراد أن يضرب أحد أهم أعمدة نشر الطائفية الإيرانية، أي أنه الخليفة العمر العربي قتل ابنة رسول الله. لكن السؤال يبقى مطروحا، يعني وهنا أحيله إلى الأستاذ مصطفى حامد، هل هناك إدراك عربي حقيقي وعميق للذهنية السياسية الإيرانية التي تتعامل من خلالها معهم؟ طبعا إيران هي صاحبة مشروع، أنا أتفق مع ضيفنا الكريم أنها مشروع قومي فارسي لكن بلباس ديني عقائدي، هذا نجحت به إيران. يعني خلال ما الذي يجعلك متأكدا إلى هذا الحد؟ هذا الذي قامت به اليوم كل الوقائع التي نراها في العراق، يعني كيف يعني لدولة تدعي أنها دولة إسلامية وتناصر القضايا الإسلامية وتناصر القضية الفلسطينية تحرم القتال وتحرم الجهاد ضد المحتل الأمريكي الذي جاء لاحتلال دولة عربية إسلامية، يعني يصب في مصلحة الإسلام الذي تراه هي يعني في نهاية هذا الذي يؤكد هذه النظرية أنها هي
كل شيء مباح من أجل تحقيق المشروع والامتداد للاستيلاء على الدول اليوم. لكن من منظور شيعي ليس بالضرورة أن يكون من منظور قومي. اليوم المنظور الشيعي هو من أجل يعني حشد وتأجيج الشعور الشيعي لدى اليوم الميليشيات التي تأتي من أفغانستان ومن العراق ومن إيران ومن باكستان لتقاتل الشعب المسلم في سوريا. لا يمكن أن تحرك هذه الشعوب إلا بعقائد دينية لكي يعني يستسهل القتل ويستسهل. ولكن أستاذ مصطفى يعني هل كل هذه القيادات في أفغانستان وباكستان وحتى الهند والعراق ولبنان كل هذه القيادات الشيعية انطلت عليها الحيلة وهم صاروا دمى بيد إيران لخدمة مشروعها القومي؟ أليس بالضرورة أليس هذا يفهم منه بأنها بالفعل تحمل مشروعا دينيا شيعيا للسيطرة على المنطقة مثلا؟ أنا قلت أنه بلباس مشروع ديني عقائدي مذهبي. ليس هذا لم ينطلي فقط على هذه الشعوب التي ربما نستطيع أن نقول عنها متخلفة قليلا في هذه البلاد، بل انطلى هذا المشروع على البلاد العربية. رغم ما يكون رغم التحذيرات من بعض النخب العربية، اليوم في العام 2006 رأينا كيف أن الشعب السوري كل بيت في سوريا فتح بيته من أجل مناصرة يعني حزب الله في 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 لبنان، وكل كل بيت رفع صورة حسن نصر الله في بيته. أليس هذا انطلاء على الشعوب العربية على الشعوب السنية؟ هذا دليل على أن إيران كانت تعمل بجدارة صراحة، وكان هناك تغييب صراحة لكل الأصوات التي تنبه على هذا المشروع والمشروع الإيراني والامتداد. نحن رأينا كيف أن يعني أنت أفهم من كلامك أن العرب لم يمتلكوا الإدراك الكافي بحقيقة المشروع الإيراني، ولا يزال حتى اليوم. ليس العرب فقط، حتى في تركيا، يعني أنا أذكر في بداية يعني ما حدث، ربما يهمون العرب أكثر، ما حدث في سوريا الآن. كانت هناك قناعة أن يعني هذا المشروع هو أمريكي، أمريكا هي التي تقف وراء كل هذه الأحداث، وأن إيران هي يعني محقة، يعني لا يمكن أن قبول أن إيران هي تقف بصف. حتى الآن لا يوجد هناك يعني كثيرين هناك الذين يقتنعون أن يعني أن إيران هي عدوة أمريكا، بينما نرى على أرض الواقع رغم كل التصريحات التي الإعلانية المستهلكة التي تستهلك من أجل الدعاية الإعلامية، لكن نرى على أرض الواقع هناك تفاهمات. اليوم لولا غض الطرف الأمريكي الروسي الغربي عما يحدث في سوريا، لماذا اليوم نحن نقول أن جبهة النصرة هي تنظيم إرهابي مقبول من قبل كل الدول؟ لماذا لا تصنف الميليشيات الإيرانية التي اليوم ترتكب الجرائم في سوريا على أنها أيضا هي منظمات إرهابية؟ لماذا حتى الآن لا تصنف؟ هذا دليل على أن هناك يعني تعاون خفي ما بين أمريكا وما بين الغرب وما بين هذه المنظمات، لأنها تخدم المشروع الغربي في تحييد وفي إضعاف المشروع السني، وهذا ما يخدم أيضا المشروع الإيراني. أريد أن أركز معك على قضية غياب الوعي الحقيقي لدى العرب بحقيقة المشروع الإيراني. لو أجملنا الإجابة، يعني ما أسباب غياب هذا الوعي بالرغم من وجود نخب كما تفضلت وذكرت حذرت من هذا المشروع؟ أولا أنا قلت أن إيران إما أن تقف مع يعني أنظمة تحارب شعوبها، وهذا ما نراه في سوريا، فكيف يسمح النظام بأن يكون هناك لهذه النخب أي دور؟ ايضا يعني الدول العربيه بجملتها باغلبيه ليس لديها مشروع صراحه، مشروع لا قومي ولا اسلامي، يعني ليس لديها مشروع قومي. حتى نحن نقبل بان يكون هناك مشروع قومي، حتى هذا غير موجود، وراينا يعني فشل الجامعه العربيه والشعارات القوميه. ايضا المشروع الاسلامي يعتبره كثير من قاده هذه الدول هو البعبع، وهو ربما الذي يشعرون انه هو الذي يهدد هذه الانظمه، فلذلك هناك تعتيم وهناك منع لأي نخب لأي أصوات تريد. هناك أصوات موجودة وهناك كتب وهناك منابر تحاول أن توضح هذا يعني هذا الغزو الفكري والعقائدي والقومي، لكن هذه الأصوات ليست كافية. لكن ربما يعني الثورة السورية، ما حصل في سوريا هو الذي كشف القناع عن كل الدور الإيراني الذي تقوم به في هذه المنطقة. أريد أن أسأل محمد المدحجي في لندن، يعني التوسع والتمدد الإيراني في قلب المنطقة العربية، ما الهدف الحقيقي والعميق من وراء هذا التمدد في نهاية المطاف؟
إيران لديها أهداف قصيرة المدى وبعيدة المدى. بعيدة المدى واضحة جدا، إيران تعمل على مشروع تسميه بأم القرى الإسلامية، وتعتبر نفسها مركز هذه القرى الإسلامية، وتريد أن تبني مشروعها على أساس مشروعها القومي الفارسي بغطاء إسلامي أو شبه إسلامي، حتى تجمع هذه الشعوب من أجل الحفاظ على مصالحها. أما ما هي المصالح أو قصيرة المدى ومتوسطة المدى؟ إيران تعمل منذ ما يقارب عقدين على محور تسميه محور المقاومة بين القوسين، وهذا المحور يبدأ من أفغانستان ينتهي بلبنان ويمر بسوريا والعراق. هذا المحور اليوم نحن اكتشفنا أو عرفنا أنه جزء من مشروع الصيني المسمى بطريق الحرير الجديد، ويمتد من الشرق باتجاه الغرب ويمر بالشرق الأوسط ويصل إلى أوروبا. وإيران تضبط هذه الجغرافيا أمنيا سياسيا عقائديا، وتنشئ شراكة، تحاول لإنشاء شراكة استراتيجية في أدنى تقدير بين أربع عواصم، ألا هي طهران، بغداد، دمشق وبيروت، حتى تعرض هذه البقعة الجغرافية يعني المشروع الجيو الاستراتيجي التي إيران تعمل عليه على قوى عظمى باسم الصين، وتأخذ امتيازات كبيرة من الصين. والآن الصين أوصلت طريقها الحديد، سكك الحديد، إلى كابول، واجتازت جبال بامير وهندوكوش الوعرة جدا، أحد أعور أو أعر جبار في العالم، شقوا هذه الجبال ووصلوا إلى كابول. وإيران تكمل باقي المشروع للصين وتعرضه وتتفاوض مع الجانب الصيني وأيضا الجانب الأوروبي، لأنه أوروبا هي المتنفع الآخر من هذا المشروع. فنرى أنه التشيع أو الصفوية بالأحرى، الفكر الصفوي الإيراني الفارسي الذي يلصق بالتشيع، نرى أنه غطاء لمشروع جيوستراتيجي يضمن مصالح إيران مع قوى عظمى بعينها. وللأسف الشديد البعض من العرب يرى في إيران بوابة في الدخول في مفاوضات أو في أخذ وعطاء مع هذه القوى العظمى الأوروبية والشرقية، أقصد تحديدا الصين. ونعلم أن الصين هي القوى الصاعدة مستقبلا في المنطقة، كتصبح القوى العظمى الأولى في العالم اقتصاديا إن لم تكن عسكريا أيضا. يعني أهداف إيران، إيران لديها أهداف مخبأة خلف هذا المشروع التوسعي. المشروع التوسعي يضمن لإيران سيطرة على المنطقة، منطقة غرب آسيا الحساسة، التي تحتوي على ما لا يقل من 60% من احتياطات الطاقة العالم، فضلا عن احتياطات الغازية الهائلة التي بدأ الحديث عنها. وقبل فترة وكالة دويشة بل الألمانية قالت بأن المخزون والغاز المكامن شرق بحر الأبيض المتوسط هي 122 ألف مليار متر مكعب، يعني ضعفي الغاز الروسي. فإيران تطمح ولديها أطماع اقتصادية هائلة على هذه المنطقة الحساسة، وسوريا تحديدا، سوريا ولبنان في قلب هذه المكامن الغازية الهائلة في شرق بحر الأبيض المتوسط. يعني إيران التي تعتبر حزب البعث بأنه حزب كافر، وكفرت صدام حسين رحمة الله عليه وقالت أنه يريد خميني، على لسانه قال هذا الكلام بالتلفزيون الإيراني في عام 1980، قال أنه صدام حسين يريد إعادة الأمة إلى عصر الجاهلية، وهو يخطط لما كان يخطط له ميشيل عفلق المسيحي، وكذا يعني من الشتائم. يعني ميشيل عفلق هو في نهاية المطاف أقرب لسوريا وللحزب البعث السوري وليس حزب البعث العراقي. كيف أصبح حزب البعث العراقي سوري مسلما لكن حزب البعث العراقي كافرا؟ الموضوع لا يتعلق لا بحزب البعث ولا بالشيعة ولا بالسنة. إيران لديها مطامع اقتصادية واضحة، مطامع اقتصادية واضحة. في سبيل تحقيق هذه المطامع كما وصفها محمد المدحجي من لندن، استخدمت خطابا طائفيا دينيا حشدت وراءه كثيرا جدا
من الشيعة العرب، بينما في الطرف الآخر العرب مصرون على تقديم خطاب قومي بأن الصراع معهم مع الإيرانيين صراع فرس وعرب، مع أن بالقياس بالنسبة والتناسب لو استخدم العرب خطابا دينيا لكان ذلك في مصلحتهم أكثر من إيران. لماذا يصر العرب على استخدام خطاب قومي ولا يفعلون مثل إيران؟ صحيح أن إيران استخدمت شعارات شعبوية جماهيرية دينية، لكن على أرض الواقع كانت هناك تعاون وتفاهمات مع الغرب. يعني اليوم، وهذا هو صراحة جوهر المشكلة، اليوم جوهر المشكلة هو إسرائيل، أمن إسرائيل. إسرائيل لا تريد أن تحاط بأمرين، إما لا تريد أن تحاط بقوة عربية ولا تريد أن تحاط بقوة سنية، لأنها تدرك أن الخطر هو إما أن يأتي من العرب أو يأتي من السنة، وخاصة عندما يكون هناك سنة عرب، لذلك هذا أكبر خطر يهدد أمن إسرائيل. لذلك هي اليوم هناك سعي لأن يكون هناك سياج أو ربما قوة قوية في المنطقة غير عربية أو غير سنية، وهذا ربما يبرر لنا أو يوضح لنا كيف التغاضي عن الجيش الذي يملكه حزب الله وهو على حدود إسرائيل. هناك جيش منظم ولا يقصف ولا يدمر، ولا لو كان هذا الجيش، يعني هل من المعقول، يعني هل أو لو تسألنا هل تسمح الدول الغربية وتسمح أمريكا بأن يكون هذا الجيش هو جيش سني عربي؟ لم يسمحوا للجيش السوري الحر أن يمتلك سلاح ضد الطيران حتى من أجل الدفاع عن المدنيين. هذا برأيي هو جوهر المنطقة. يعني ربما هذا الجوهر وهو مهم طبعا أستاذ مصطفى، ربما بدأ واضحا الآن، لكن لماذا العرب يصرون على استخدام هذا الخطاب؟ هذا الذي أردت أن أنتقل إليه، أن اليوم العرب أيضا هناك جوهر المشكلة، أن يعني الأنظمة العربية غير متصالحة مع شعوبها. اليوم يجب أن نعترف أن هناك، أنا برأيي هناك تصالح يعني ما بين الشعب الإيراني وما بين النظام الإيراني الذي يقود إيران. أيضا هناك تصالح ما بين الشعب التركي والقيادة التركية، بينما نجد أن أغلب الدول العربية هناك صراحة شرخ كبير ما بين الأنظمة وبين الشعوب. هذا برأيي هو الذي يمنع أن يكون هناك أي مشروع إما قومي. إذا كان هذا المشروع القومي سيؤدي إلى يعني وحدة العرب ووحدة الدول العربية، فهذه الأنظمة هي التي تنادي بشعارات الوحدة العربية، هي تعادي أي مشروع قومي لجمع العرب. فهذا أيضا نقطة. النقطة الثانية، يعني إذا كانت هناك نخب ستنادي أو بمشروع إسلامي، أيضا هذه الأنظمة تعتبر أن هذه القوة هي معادية لها، لذلك لا تسمح لا بمشروع قومي ولا تسمح بمشروع ديني يقف أمام يعني هذا يعني السد. وهذا ما نشهده اليوم. اليوم يعني صحيح أن إيران تسيطر على المفارقة، أن يعني اليوم كثير من الدول العربية لم تدعم مثلا يعني الثورة السورية بشكل جدي يستطيع كسر هذه الهجمة يعني وهذا المشروع الإيراني في سوريا، كما يعني فقدنا هذا يعني السد في العراق عندما يعني أكلت يوم أكل الثور الأبيض، عندما سقطت بغداد يعني واحتلتها إيران، يعني الدول العربية فقدت البوابة الأساسية، البوابة الشرقية التي كانت تحميها. يعني هناك تأخر صراحة في قراءة ربما المشهد، وبرأيي أنه السبب الرئيسي هو الخوف من الشعوب، عدم وجود هناك تصالح مع هذه الشعوب. فكل الأصوات موجودة التي تنادي بفضح هذا المشروع وتنبه وتريد توعية الشعوب هي محاربة من الأنظمة. وهنا العلة صراحة التي يعني إذا لم نستطع يعني نخرج من هذه المشكلة فإيران ستحتل الدول وستسيطر، ونحن يعني سنضطر إلى أن نحتمي أو نطلب الدعم من دول يعني أصلا لا تريد المنفعة والاستقرار لهذه الشعوب. نعم. قبل ذلك، يعني هل العداء إذا صح التعبير أو التصادم الواقع الآن الراهن بين الإيرانيين وبين العرب هو من تغذية خارجية، أم أن كوامن وأسباب وعوامل هذا العداء هي ذاتية بين الطرفين؟ نكمل بعد فاصل قصير.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من طاولة الحوار والتي سنحكي فيها مسألة. أسعدكم الله، ما زلنا وإياكم في الحديث عن حدود الصراع بين إيران والعرب وعن أبعاده. محمد، في لندن إذا ما سلمنا بالحامل القومي للسياسة الإيرانية والتوسع الإيراني في المنطقة، كيف يمكن تفسير نجاح طهران في استجرار كثير من العرب الشيعة وحتى من العرب غير الشيعة، أنظمة عربية بكاملها وقفت وراء إيران في عدد من السياسات، ما تفسيرك لذلك؟ هناك عاملان لنجاح إيران في مشروعها. العامل الأول هو عامل داخلي عربي، بمعنى أنه لا يوجد مشروع لا قومي لا عقائدي ولا حتى أنا أقولها بصراحة حتى قطري أقصد يعني مصري ولا أعرف الجزائري أو سوري أو أردني، يعني لا يوجد مشروع عربي يمكن الالتفاف حوله. وحينما تكالبت الدنيا كلها على العراق رأينا كيف الدول العربية كلها وقفت يعني شبه متحدة عدا بعض الدول غير المؤثرة كاليمن أو ليبيا معمر الغذافي، رأينا الباقي الدول المؤثرة العربية كلها وقفت مع العدوان على العراق واحتلال العراق وتدمير العراق، ومن لم يقف يصمت، ومن صمت وفي الواقع أيد العدوان في 1990 أو في 2003. فالأول يعني نحن المشكلة في المنطقة العربية لا نرى مشروعا يمكن الالتفاف حوله بغض الطرف عن نوع أو كيفية هذا المشروع، أي مشروع عربي، يعني خلي يكون مشروع مصري أصلا يعني أو الجزائري أو مغربي، يعني نحن لم نرى مشروعا يمكن الالتفاف حوله. يعني المغرب يتخذ وصف أمير المؤمنين بين القوسين للملك ويسوق للملك، يعني مشروع شخصي، شخصنة المشاريع في تلك المنطقة، أنا لا أدخل بهذه التفاصيل. أما يعني المؤثر الأساس بعد افتقار مشروع داخلي هو رهان الغرب على إيران ومشروع إيران المكمل للمشروع الإسرائيلي، وليس المصطدم البعد يظن أنه إيران من خلال محور المقاومة بين القوسين تريد أن تحارب إسرائيل. إيران تعمل على إنشاء محور تسميه محور المقاومة للمقايضة مع القوى العظمى، يعني خل نفهم أي قوى عظمى من القوى العظمى اللي نعرفها في العالم تحارب إسرائيل؟ من يعمل على هكذا مشروع يريد ضمان تجارة مع الإسرائيليين أيضا؟ يعني من يرعى المشروع المقاومة يعلم جيدا أنه لا يستطيع معاداة الإسرائيلي في نهاية وفي نهاية المطاف يفكر بالشراكة مع إسرائيل، ونعلم أن الشركات الإسرائيلية التي تم تسجيلها في أوروبا أو في مناطق أخرى حتى في الصين هي التي تدعم المشاريع الإيرانية الخاصة منها النووية وغير النووية، ولهذا السبب إسرائيل لا تشعر بخطر جدي من المشروع الإيراني. وإذا إن كانت إسرائيل صادقة في عدائها مع إيران أو شعورها بالخطر من المشروع النووي الإيراني الذي سيؤدي إلى إنتاج القنبلة الذرية مما لا شك فيه كما صرح المسؤولون الإيرانيون، نحن نعمل على هذا المشروع شقيق، رئيس القضاء ورئيس البرلمان الإيراني قال نحن سنصل إلى قدرات اليابان التي تستطيع أن تصنع قنبلة ذرية خلال 48 ساعة. فإسرائيل لم تتردد بضرب المشروع النووي العراقي، لكنها حتى يومنا هذا منذ أكثر من عقدين إسرائيل تهدد ولا تنفذ، إيران تقول الموت لإسرائيل نعم. ولا تنفذ يعني فالدعم الغربي نعم معذرة يعني نعم. سأعود إليك محمد، يعني نقاط مهمة طرحها محمد في لندن، هل غض الطرف إذا صح التعبير، إذا غض الطرف الغربي والدولي عن إيران مرده إلى استدراج إيران أم إلى تقاطع في المصالح حقيقة؟ لا، أنا قلت أيضا أن يعني إنه إسرائيل لا تريد أن يكون هناك قوة عربية أو قلنا سنية لأنها تخشى أن
هي تعتقد وتدرك، وهذا هو واقع أن الخطر سيأتي من هذه القوى. وهذا بين قوسين يعني ربما أمريكا ما تحاول أيضا إقامة دولة كردية اليوم في شمال سوريا، في شمال شرق سوريا، وهذا أيضا يخدم هذا المشروع، يعني تقاطع مع هذا المشروع. التصريحات الإيرانية العلنية لا تتطابق أبدا، يعني ما بين أرض الواقع، التفاهمات على أرض الواقع تختلف كثيرا عن الشعارات المطروحة. قلت أن حزب الله يعني يجب بندقيا يجب أن يكون هو القوة المستهدفة الأولى من قبل إسرائيل ومن قبل يعني الدول الغربية وأمريكا، يجب أن يصنف إرهابيا بشكل يعني كامل، ولأنه يمتلك جيش ويمتلك تنظيم ويمتلك أسلحة وهو بجانب إسرائيل. يعني هذا يكفي ليقول لنا أن هناك تقاطع مصالح. أيضا يعني أفغانستان، العراق، سوريا، اليمن، لبنان، خمس أمثلة نماذج على أرض الواقع تشير على أن هناك تقاطع مصالح ما بين المشروع الإيراني وما بين المشروع الغربي الأمريكي، هناك تقاطع مصالح. وأكثر ما نشهد هذا على أرض سوريا صراحة اليوم، يعني أمريكا التي تدعي أنها تساند الحريات، تساند الشعوب، هي تغاضت كثيرا عن الدور الإيراني، لم تذكر، لم نجد هناك حتى اليوم، لم يعني كل الاجتماعات حتى من قبل أصدقاء الشعب السوري الذين يدعون أنهم أصدقاء الشعب السوري لم يشيروا إلى، يعني ما عدا بعض الدول التركية والمملكة العربية السعودية وقطر تشير إلى ما تقوم به يعني الميليشيات الإيرانية من قتل وتدمير واضح في الأرض السورية. هذا يدل على أن هناك تقاطع، وما حصل بالعراق هو أكبر دليل على هذا يعني التقاطع. أستاذ مصطفى، لماذا يكون تقاطع؟ لماذا لا تقول بأن أمريكا منتشرة في مياه المنطقة وعلى براريها؟ يعني لو أرادت أن تزج إيران لاستطاعت إيران أن تؤلم أمريكا كثيرا عبر ميليشياتها وأذرعها في المنطقة. أنا معك أنه القوة هي عنصر مهم جدا جدا في هذه المنطقة، هذا ما تفتقده الدول العربية، ليس لديها مخلب مع الأسف، يعني لا قوة اقتصادية. كان لديها مخلب الثورة السورية لكنها لا تستطيع، هي تضحي بالمخالب التي تحميها من أجل يعني نظرة ضيقة. لذلك إيران هي الموجودة ودولة قوية، وقلت أن إيران لديها تصالح مع شعبها، وهذا نقطة إيجابية بالنسبة لإيران. لديها مشروع تعمل بجد اليوم، 10 مليار دولار يعني ما قدمته إيران لدعم النظام البعثي اليساري العلماني كما تقول في سوريا، من أجل هل من أجل النظام فقط؟ إنما من أجل المصالح التي تريد تحقيقها في سوريا، بينما نجد الدعم العربي شبه معدوم. نعم محمد، يعني في ظل الموازين الراهنة بين الإيرانيين والعرب، وفي ظل التغاضي الدولي كما ذكرت، إيران تستطيع أن تحقق مكاسب أكبر بكثير مما حققته حتى الآن، وتستطيع أن تقدم مساحات أوسع من المنطقة العربية، ما الذي يمنعها من تحقيق ذلك؟ يعني العامل المانع الآن التغيرات في السياسات الدولية، وهناك عدة توجهات في النظام الدولي حاليا الذي ينعكس بطبيعة الحال على منطقتنا، لأنها المنطقة الجيوستراتيجية بالنسبة لجميع القوى العظمى، خلنا نقول منطقتنا هي منطقة مركز العالم، ثقل العالم السياسي والاقتصادي والتجاري أيضا. نعلم أن 80% من التجارة البحرية العالمية تمر من المضيقات التي يسيطر عليها العرب أو يقع العرب على أطرافها. فمن هذا المنطلق نرى أنه هناك توجهات رئيسيان في العالم، التوجه الصيني الأوروبي والتوجه الأمريكي الجديد والروسي، الذي يتفق ويختلف مع التوجه الأمريكي في مناطق، حسب المناطق المختلفة. نحن الآن نتحدث عن المنطقة العربية تحديدا، فالولايات المتحدة تريد إبعاد الصين، روسيا أيضا تريد إبعاد الصين من منطقة الشرق الأوسط. هذه نقطة تلاقي ما بين هاتين القوتين، وهذا يضرب المشروع الإيراني، لأن المشروع الإيراني يحاول أن يكون جسر تواصل بين الصين وبين أوروبا، ويكون ويستنفع منها من فوائد هذه، يعني أن يكون هذا الجسر يعمل لخدمة هذه القوى. بالمقابل الولايات المتحدة تحت إشراف ترامب، نحن نتحدث عن كل مؤسسات الولايات المتحدة، لأن الولايات المتحدة لديها مؤسسات تدعم
أن تكون إيران جسرا بين الصين وبين الاتحاد الأوروبي. فمن هذا المنطلق ترامب أو إدارة ترامب لا تريد التوسع الإيراني كما عمل عليه أوباما. أوباما راهن على النفوذ الإيراني على حساب العرب. طيب. الآن ترامب لأنه النفوذ الإيراني يساعد الصين ويقوي الصين لا يريد النفوذ الإيراني. أنا لا أقول أنه ترامب يريد العرب، أنا لم أقول ذلك. نعم. فكرتك يعني محمد، فكرتك أصبحت واضحة، لكن بما أن الوقت أدركنا أريد أن أسألك سؤال أخير قبل أن أختم مع الأستاذ مصطفى معي في الاستوديو. لماذا خلت الحقيبة الدبلوماسية العربية من أي رؤية؟ تحدثت كثيرا أنت وضيفنا في الاستوديو عن غياب الرؤية العربية، لماذا خلت الحقيبة هذه من أي رؤية حتى الآن في صراعها مع إيران؟ لأنه يعني النظام الرسمي العربي كان تبعا، ونستطيع القول أنه بشكل عام هذا النظام لا يزال يتبع المشاريع الأخرى، أن تكون قوى عظمى أو تكون متأثرة بتأثرات إقليمية. سبب هذا الغياب هو عدم وجود رؤية مستغلة. يعني إن ذهبنا للسعودية على سبيل المثال، السعودية دوما تنسق مع الحليف الغربي خاصة الأمريكي، مصر نفس الشيء، ما أعرف المغرب يعني يحاول أن يلعب ما بين القوى الأوروبية. فحينما يكون النظام الرسمي العربي سياساته تبعا لسياسات قوى عظمى أخرى، وهذه التبعية تكون تبعية كاملة تامة يعني دون استغلالية، فتصبح هذه المشاريع غير مؤثرة غير مفيدة بالنسبة لي حتى للأقطار العربية، أقطار معينة كمصر أو كالمغرب. ففي نهاية المطاف نرجع إلى النقطة الأولى، غياب مشروع عربي مستقل يحافظ على المصالح العربية بشكل عام دون يعني دون أن نخوض التفاصيل الأردنية أو الفلسطينية أو السورية أو السعودية وغيرها. فالآن نرى أنه المنافسة العبثية أيضا نقطة أخرى هي تتعلق بالبيت العربي، المنافسة العربية على زعامة الأمة. أنا لا أعرف ما هي الأسس التي تم بناؤها في المنطقة العربية التي أدت إلى أن هذه الأنظمة تتصارع مع بعضها البعض أن تكون زعيمة الأمة العربية. يعني هذه هي الحالة العربية يعني متأزمة، والصراع على الزعامة أيضا زاد الطين بلة. الصراع مع العراق على زعامة الأمة أدى إلى ضياع العراق. الآن الصراع كان ما بين السعودية وما بين مصر، ما بين مصر والجزائر أيضا، نحن عندنا صراع آخر ما بين المغرب وما بين الجزائر حاليا شغال على قضية بوليساريو وغيرها من الحركات الانفصالية هناك. الجزائر تدعم حركات انفصالية، فعلى السودان أيضا، جنوب السودان وشمال. يعني إحنا عندنا مشكلة جوهرية في النظام العربي، في العقلية النظام العربي، يريد أن يكون زعيما ولا يريد أن يتقاسم. يعني نحن الآن في أوروبا لدينا ما لا يقل عن 4 قوى عظمى، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا وبريطانيا. نرى أن هذه القوى العظمى توافقت على نقاط الاشتراك وأجلت نقاط الخلافية إلى ما بعد، وبدأت تسيطر على العالم. نحن لسنا قوى عظمى مجتمعين كعرب، لسنا قوى عظمى ومختلفين على لا شيء. يعني النقطة الجوهرية هو غياب المشروع والعقلية الغير المؤثرة غير المفيدة. نعم، أشكرك محمد، وضحت الفكرة. يعني غياب العرب، يعني تصارعهم فيما بينهم، صراعهم الداخلي، ومع ذلك وجود العدو المفترض الذي يقولون عنه وهو إيران لم يستطع أن يوحدهم. العرب ليسوا على قلب رجل واحد في مواجهة إيران. حتى المؤسسة الرسمية التي تجمع الأنظمة العربية وهي جامعة الدول العربية تخرج ببيانات خجولة ومتواضعة بشأن إيران. ما سبب هذا التباعد العربي بشأن إيران؟ أولا عدم وجود الحرية في هذه البلاد العربية، عدم وجود الديمقراطية، حرية الفكر عندما لا تكون الأنظمة فيما بينها، عندما تكون لا تكون هناك حرية فكرية لدى المواطن، هذا المواطن لا يستطيع أن يعطي شيء. اليوم الدول العربية تفتقد إلى القوة الاقتصادية، تفتقد إلى القوة العسكرية، تفتقد إلى القوة البشرية موجودة لكنها مهملة ومحاربة، أيضا تفتقد إلى القوة الصناعية وتفتقد إلى القوة العقائدية. لذلك عندما نفتقد لهذه المقومات الأساسية نفتقد إلى المشروع القومي أو الديني. هذا اليوم موجود عند إيران، موجود عند تركيا، لكن في الدول العربية، في بعض الدول العربية تمتلك القوة الاقتصادية لكن تستخدم هذه القوة الاقتصادية، تريد تزعم العالم الإسلامي أو الدول العربية بدون أن تقدم شيء، تريد طمس
بعض الدول الأخرى حتى تبدو هي كأنها هي القائد، هذا غير مقبول في 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 هذا العقد من الزمن. لذلك يجب أولا أن تتصالح الشعوب الأنظمة مع شعوبها وتعطي هامش من الحرية ومن الفكر لهذه الشعوب، وأن يكون هناك تبني المشروع. يعني المشروع العربي القومي الحزب البعث السوري عندما يؤيد إيران ضد دولة عربية وهي العراق، هذا دليل على أنه هذا المشروع هو مشروع فاشل وليس مشروع حقيقي. هناك قوة خفية، دولة عميقة تسير أو تستخدم هذا المشروع نظريا من أجل النظام في دولة. هذا هو المشكلة في الدول العربية، هذه المشكلة. في ظل هذا السيناريو المأساوي الذي تقدمه، ما مآل المواجهة بين الطرفين الإيرانيين والعرب في ظل موازين القوى الراهنة؟ رغم هذا المنظر المأساوي والواقع الأليم، هناك أيضا يعني إشعاعات مضيئة. اليوم مثلا الشعب السوري الذي اليوم صمد لمدة 7 سنين، إيران رغم ما يعني دفعت من أموال وضخت من أموال وجاءت من ميليشيات، لم تستطع إخماد الثورة السورية ولا روسيا أيضا رغم كل هذه القوة من الأسلحة، واليوم لا تزال، لكنهم بلا قيادة. صحيح، أنا أريد غياب القيادة، يعني غياب الرؤية، يعني غياب الخطاب. صحيح، هذا ما يجب أن يعني نستنتجه وتستنتجه هذه الشعوب من هذه المحنة، من هذه دليل على أن هناك شعب مضحي مقاوم صابر يستطيع أن يعطي رغم كل القيود ورغم كل أن الدول كلها اجتمعت ضده، لكنه اليوم لا يزال صامد. وهذه القوة لم تستطع إخماد هذه الثورة، حتى اليوم لم تستطع إخماد هذه الروح لدى الشعوب العربية بالتطلع إلى الحرية، إلى الديمقراطية، إلى العدالة. بنصف دقيقة، وبعيدا عن منطق التشاؤم أو التفاؤل، هل العرب يتجهون إلى ما هو أفضل أم إلى ما هو أسوأ في ظل التفاعلات الحالية؟ طبعا يعني هذه المحنة نتمنى أن تتحول إلى منحة، وأن يكون هناك جيل يستفيد من هذه الدروس، الجيل الذي اليوم يعني شعر بقيمة الحرية، شعر بقيمة الخروج على الأنظمة. أظن أن هذه الشعوب لن تستسلم بعد هذا اليوم، لكن المشوار طويل ويجب أن يكون هناك عمل مجد وبشكل دؤوب، لأن الطريق طويل ولكن يجب عدم الاستسلام. الطريق طويل والوقت قصير. أشكرك جدا أستاذ مصطفى. في ختام هذه الحلقة أشكر ضيوفي معي في الاستوديو، دكتور أو الأستاذ مصطفى حامد الكاتب والمحلل السياسي، وعبر سكايب من لندن الأستاذ محمد المدحجي الباحث في الشؤون الإيرانية. شكرا لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.